اهلا مشاهدي ومتابعي قناة شوف تي في، مرحبا بكم في هذا المباشر من مدينة الدار البيضاء. كيف كتشوفوا في هذا الاثناء مباشرة على قناة الشعب، وحنا كنتجولوا بالليل، تار انتباه ديالنا بان احد اكبر الشوارع واهم الشوارع في مدينة الدار البيضاء كتنعدم فيه الانارة. انتم كتشوفوا الناس كتدوز ما كتبانش، شارع 11 يناير احد اكبر الشوارع في مدينة الدار البيضاء، كاينش الإنارة في عدد من الحانات ومن الملاهي الليلية، وفي عدد من المحلات التجارية، وفيه كيوقفوا الطاكسيات. ها انتوما كتشوفوا ولا كيدوزو منو الطاكسيات الكبار اللي كيطلعوا اتجاه ديال السبعه حيمو الرشيد. الناس كيوقفوا هنا باش ياخذوا السيارات ديال الاجر، باش ياخذوا الطاكسيات، كيتعرضوا للسرقة بسبب هاد الظلام اللي كاين هنا في شارع 11 يناير. نتمنوا بان المسؤولين ديال جماعة أنفا وربما اللي تابع لهاد المنطقة، هادي النفوذ ديال هاد المنطقة شارع 11 يناير، أنهم يدخلوا على الخط ويصيبوا هاد الإنارة في أقرب وقت ممكن. نتوما كتشوف زنقة وسط المدينة في مدينة الدار البيضاء، أو شارع عفوا شارع في وسط مدينة الدار البيضاء، من أكبر وأهم الشوارع بدون إنارة في 2023، بل أكثر من ذلك في نهاية 2023. شارع ما فيش الضوء، حشومه. بارطاجيو باش توصل المسؤولين، بارطاجيو باش نساعدوا بعضياتنا اننا نوقفوا في الشارع بامن وامان. الحمد لله حنا في دوله الامن والامان. البوليس انتم كتشوفوا يلاه دازت السياره ديال الشرطه، كاين البوليس كيديروا خدمتهم، غاديين جايين، ولكن الشفار كيتخبى. الظلام هذا راه ما عيبانش، يقدر يوقف حتى هو يدير راسو باغي يشط طاكسي، ملامح ديال وجهه ولا لاهز مع شي سلاح ابيض ولا شي حاجه ما عيبانش، لان الظلام. لذا خاص الضوء يكون باش تساعدوا رجال الامن انهم يقوموا بالواجب ديالهم من اجل الحمايه ديالي انا والحمايه ديالك انت والحمايه ديال الاخ ديالك وديال الاخ ديالك، حمايتنا جميعا باذن الله. اذا حاولوا تبارطاجيو باش يوصل هذا المباشر لعدد كبير من المسؤولين ويتاخذوا القرار الصائب ويصيبوا هذا الضوء في اقرب وقت ممكن. هذا شارع 11 يناير بوسط مدينة الدار البيضاء، مافيهش الإنارة في نهاية 2023. شكرا مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة، دمتم في رعاية الله وإلى مباشرين آخر.